رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في البدء نتقدم الشكر إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأمانته العامة على جهودهم المبذولة في تفضل صوت. طيب ممكن تأجل شوية ويطلع الدكتور منصور الزنداني دقيقتين ثم تعود إلى لقاء كلامك. يا دكتور منصور، الإخوة أبناء المناطق الوسطى، دكتور منصور معاكم كلمة. يلا دقيقتين. لا بيعود، لا خلاص تفضل. قد وقفنا. ما حيعرف شكرا ملاحظاته والناس واقفين عشان مش ولو. تفضل يا دكتور منصور، تفضل. رجعنا دقيقتين. اقرا صعود هذا ما بيش بيان. ما لديك يا دكتور منصور عبد الغني هيا الله مناطق الوسطى. تفضل. طيب تعود المناطق الوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن هنا نحتج على الطريقة التي تتعامل بها لجنة التوفيق مع قرارات الفرق، ومنها القرار الخاص بقضية العدالة الانتقالية المادة 50 الخاصة. هذه وقفتنا اليوم للمرة الثانية، نقف اليوم للمرة الأخرى. المادة 50 كانت هناك مادة توافق عليها فريق المصالحة والعدالة الانتقالية بهدف جبر ضرر هذه المنطقة، شأنها شأن كثير من المناطق اليمنية. وأعتقد الإخوة في هيئة الرئاسة أننا هنا كان لنا موقف، وقد حصلت هذه القضية على دعم من كل أعضاء المؤتمر، ولم يعارضها إلا بعض أعضاء هيئة الرئاسة. نقول لهيئة الرئاسة، نحن أبناء المناطق الوسطى، سوف نضطر صادقين بألا نصوت على مخرجات الحوار الوطني إذا لن نصوت على أبناء المناطق الوسطى، مخرجات الحوار الوطني إذا لم تعادل المادة كما جاءت من فريق العدالة الانتقالية. ونحن نريد من لجنة التوفيق الآن إذا كان لديها هذه الوثيقة شبه النهائية، نرجو تقديم لو سمحت لي هذه الوثيقة شبه النهائية، كان موجودا فيها كثير من مناطق اليمن تجبر ضررها والمادي والمعنوي وتقديم المساعدات لها. نحن في المناطق الوسطى كافة، خاصة عند الشريط الحدودي السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، كنا ضحية وغيرها. المناطق الشريط الحدودي أتكلم عنها، وكثير من المحافظات تعرضت للأذى. اليوم وريمة وعتمة، ومن هذه الملاحظات موجودة يا أخي الرئيس، رئيس الجلسة، من هذه الملاحظات لدينا العشرات بل المئات من النساء بلا أرجل، وهذا يشهد بها تقارير رسمية حكومية يمنية قبل الوحدة وبعد الوحدة. لدينا أطفال، وسأترك الحديث لغيري، لدينا أطفال بكثير من المناطق لا زالت اليوم تتفجر هذه الألغام، زرعت لنا في هذه المنطقة بسبب خلاف حكومة صنعاء وحكومة عدن، زرعوا لنا 12 مليون لغم لا زال إلى اليوم تتفجر في أراضينا. واليوم وبالأمس انفجر لغم وأصاب امرأة. الآن نحن نقول المناطق كلها نسمع رأي المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإخوة والأخوات في محور العدالة الانتقالية، عفوا ممنوع الكلام، لم نسمح بالكلام. رجعان
رقان رقان رقان. العودة إلى المقاعد، الأخ ياسر، الأستاذ ياسر النجار عن حزب الرشاد، تفضل تفضل. ما سمحنا خلاص بعدين. الأستاذ ياسر، الأستاذ ياسر بعد 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 بعدين. خلاص خلاص أنا استلمه، أنا استلمه. خلاص يا أستاذ ياسر، أستاذ ياسر بعد بعد بعد. استأذن استأذن الناس استأذنوا بعد بعد. تفضل يا أستاذ ياسر. أنا حنادي، أنا حنادي. ما استأذنتيش، استأذنتيش. تفضل يا أخي تفضل. رجان 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 رجان. إحنا في جلسة الضمانات. تفضلي تفضل. آه. تفضل. بسم الله. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 12 نص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل تفضل واصل. أنا أيضا من أتقنتم ال تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظات واعتراضات حزب الرشاد على مشروع وثيقة الحوار الوطني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بدءاً نتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة رئاسة المؤتمر وأمانته العامة على جهودهم المبذولة، وأستهل هذه الملاحظات والاعتراضات بالمقدمة، حيث جاء في مقدمة مشروع الوثيقة في الصفحة العاشرة نص على أن الجلسة العامة الثانية قد تم التوافق فيها على قرارات الفرق وتقاريرها النصفية، ونحن نعترض على ذلك، حيث تم عرضها فقط وأرجئ الإقرار والتصويت عليها إلى الجلسة الختامية. ثانياً، ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. واحد، لأجل إيجاد جو يسوده الثقة لدى عامة أبناء الشعب اليمني وبخاصة أبناء المحافظات الجنوبية، فلا بد من التزمين الدقيق في الضمانات، إذ أن عدم التزمين الواضح قد يترتب عليه إطالة العملية الانتقالية لارتباطها بمهام ربما تتعثر. والمقترح أن تحدد عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه ومتطلبات ذلك بمدة لا تتجاوز 6 أشهر بداية من شهر فبراير القادم، وما تبقى من مهام يكون من مهمة الحكومة المنتخبة القادمة، حتى لا تكون العملية الانتقالية مفتوحة إلى أجل غير مسمى، ثم يعقب ذلك الانتخابات في مدة لا تتجاوز 9 أشهر. 2، ولكي يطمئن شعبنا اليمني إلى مخرجات الحوار الوطني ويحصل الاصطفاف الشعبي، فنرى أن تضاف مادة في الضمانات، وهي أنه لا يجوز القبول بأي قرار أو مخرج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية. وقد أكد على هذا المعنى فخامة رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للحوار الوطني. 3، ولأجل قيام دولة النظام والمؤسسات وسيادة القانون،
فلا بد أن ينص صراحة على الآتي: يمنع منعا باتا، يمنع منعا باتا أي مكون سياسي أو مجتمعي يحوز أسلحة ثقيلة وميليشيات مسلحة من المشاركة في العملية السياسية أو خوض الانتخابات. يمنع منعا باتا أي مكون سياسي أو مجتمعي يحوز أسلحة ثقيلة وميليشيات مسلحة من المشاركة في العملية السياسية أو خوض الانتخابات إلا إذا سلم أسلحته الثقيلة للدولة وحل ميليشياته المسلحة. فلا يمكن أن تكون قدم في العملية السياسية وقدم في العنف. 4. الفقرة 10 من المبادئ في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار نصت على اعتماد ضمانات مخرجات فرق عمل مؤتمر الحوار، وجعلت ضمانات القضية الجنوبية وقضية صعدة على وجه الخصوص عامة وأساسية في تنفيذ بقية الضمانات. ونحن نعترض على هذه المادة للأسباب التالية: ألف، لأنها أخرجت ضمانات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني والتي هي أقوى من ضمانات الفرق، ومنها البيان الرئاسي الصادر في 7/1/2014 الذي صوت عليه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع كوثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني. باء، كونها جعلت ضمانات بعض الفرق مهيمنة وأساسية على ضمانات الفرق الأخرى، وهذا التمييز غير مقبول إذ كل ضمانات ومخرجات الفرق يجب أن تكون على قدم المساواة، على قدم المساواة قوة وتنفيذا. لذا نطالب إما بإلغاء هذه المادة أو إعادة صياغتها على النحو التالي: اعتماد ضمانات وقرارات ووثائق ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورة عامة. 3. معايير لجنة صياغة الدستور. ولنا هنا نقطة رضام واعتراض: ما ذكر فيها مخالفة وخرق للنظام الأساسي، لأنه تم استبدال ما توافق عليه فريق بناء الدولة فيما يخص معايير ولجنة صياغة الدستور، إذ النظام الأساسي ينص على أن لجنة التوفيق تبدي رأيها فيما رفع إليها من الفرق من نقاط الخلاف، لا أن تغير ما اتفق عليه في الفريق. فنطالب بإعادة ما رفعه فريق بناء الدولة وتوافقوا عليه. 4. في صفحة 343 البيان الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أو البيانات الصادرة، البيان الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ذكر في البيانات الرئاسية، ونحن نعترض على وضعه ضمن بيانات الرئاسة، ونطالب بنقله كوثيقة عاشرة ضامنة لكل مخرجات الحوار الوطني. نطالب بأن يكون البيان الرئاسي وينقل إلى مكان آخر كوثيقة ضامنة لكل مخرجات الحوار الوطني، بحيث يتم ترتيبها ووضعها بعد قرارات ووثائق مخرجات الفرق التسع، لأن النصوص الواردة فيه التي صوت عليها بالإجماع مؤتمر الحوار الوطني تتصف بالضمانات لكل القرارات، ومنها أن وثائق المؤتمر كافة لا يمكن أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014-2051، ومنها أنها لن تؤسس لأي كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره في إطار دولة موحدة وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. ومنها ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصا قاطعة تصون وحدة اليمن
وهويته أرضاً وإنساناً، وتمنع أي دعاوى تخل بذلك إلى آخر العبارة. خامساً، لكي لا نصل إلى فراغ دستوري، نرى ضرورة عدم حل أي مؤسسة دستورية قائمة إلا بعد إيجاد البديل الدستوري لها. سادساً، نعترض على عدم استيعاب الملاحظات والاعتراضات التي قدمت أثناء قراءة التقارير والتعليق عليها، مما يجعل جهود المكونات السياسية وملاحظاتها لا تعدو عن كونها تظاهرة إعلامية فحسب، ونطالب بإعادة الاعتراضات والملاحظات واستيعابها وفقاً للنظام الأساسي. سابعاً، في فريق بناء الدولة صفحة في الفقرة السادسة صفحة 19 و100، ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني. قد سبق وأن تم الاعتراض على هذه اللفظة، لأن الذي أقره الفريق في محضره رقم 98 بتاريخ 21/9/2013 وتوافق عليه هو العبارة المذكورة، ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، وأن كلمة ديني أقحمت في التقرير في مخالفة واضحة وصريحة للمحضر المذكور آنفا الذي توافق عليه الفريق، وهذا يعد إدراجا غير قانوني في محضر رسمي، وقد بينا ذلك في ملاحظاتنا على التقرير. لكن يبدو أن هناك إصرارا على إدراج ما لم يتم التوافق عليه في المحضر. ثامنا، بخصوص البيان الختامي، ينبغي أن تعاد صياغة البيان الختامي بطريقة سياسية ومختصرة تتضمن جملة مخرجات الحوار الوطني، بعيداً عن كثرة الإسهاب والحشو والتكرار الذي لا يتناسب مع أهمية الحوار وقيمته السياسية. تاسعاً، هناك أخطاء إملائية ونحوية كثيرة جداً في الوثيقة، ينبغي أن يعاد النظر في تصحيحها عن طريق لجنة مختصة باللغة العربية. عاشراً وأخيراً، أضم صوتي إلى الصوت أبناء المناطق الوسطى باعتباري من أبناء المناطق الوسطى، وكذلك أضم صوتي إلى صوت الدكتور ياسين مكاوي فيما حصل من جرائم في الضالع، لإصدار بيان واضح لإدانة ما حصل في الضالع، وكذلك أدعو المؤتمر إلى إصدار قرار واضح وبين بإدانة القتل والتهجير القسري لأبناء دماج وحل مشاكلهم حتى لا يجتمع عليهم الثالوث من البرد والجوع والمخافة. أشكركم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. الأخت فهد دعس، خمس ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماعنا اليوم أساسه العدل والمساواة. في تقرير العدالة الانتقالية رقم المادة رقم 50، بالرغم أنه تم التوافق عليها، نجدها منزوعة وغير موجودة، وهي تعني التعويض العادل لأبناء المناطق الوسطى الذي طول فترة 9 أشهر وهم يأتون بملفات ودائما بانتهاكات كثيرة فيما يحص حقوق الإنسان. لذلك نطلب من هيئة الرئاسة إعادة المادة كما هي. شكرا شكرا شكرا. خلاص، تفضل الأستاذ محمد الحميري. الأستاذ محمد الحميري. الأستاذ نبيل الوزير. نبيل الوزير. الأستاذ نبيل الوزير. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومؤتمر الحوار الوطني على مشارف اختتام أعماله، ينبغي أن تكون ضمانات تنفيذ المخرجات في مستوى نتائج وقرارات فرق العمل جميعاً، وحتى لا نكرر أخطاء التجارب السابقة عندما خرجت القوى الوطنية بوثائق تاريخية ثم أجهضت ولم ترى النور. واتحاد القوى الشعبي لتمتد تجربته السياسية إلى ما يزيد عن 6 عقود، يؤكد أن العبرة دوماً
بتنفيذ المخرجات وليس بالتوافق على الأطر النظرية فحسب. وعليه فإن ملاحظاتنا على مشروع وثيقة الضمانات تتضمن ما يلي: أولاً، من حيث الشكل، لم تعرض لجنة التوفيق المسودة الأولية لمشروع الضمانات على جميع القيادات الممثلة في مؤتمر الحوار، علماً أن الاتحاد ليس ممثلاً في لجنة التوفيق على عكس ما تزعمه رئاسة المؤتمر والأمانة العامة للحوار، كما أن بعض الأحزاب ممثلة بأكثر من شخص واحد في هذه اللجنة وإن بمسميات مختلفة. قدمت رئاسة المؤتمر وثيقة الضمانات إلى الجلسة الختامية كمخرج نهائي ما كشف النية المبيتة لفرض رؤية الضمانات، ولكن في الفترة الأخيرة تشكلت اللجنة وهذا شيء طيب، وإن شاء الله تخرج اللجنة برؤى توافقية. ثانياً، من حيث المضمون، لم تحدد الضمانات فترة المرحلة الانتقالية بشكل زمني دقيق، ما يجعل فترة ما قبل الاستفتاء على الدستور مفتوحة، وهذا يعني التمديد المطلق لرئيس الجمهورية وللحكومة وللجنة العليا للانتخابات. اثنين، لا عبرة للقول أن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقا للدستور الجديد. ثلاثة، تعتمد إجراءات التحضير للاستفتاء على الدستور على السجل الانتخابي القائم وعلى اللجنة العليا للانتخابات الحالية، وهذا يعني ما يعني حرمان الآلاف من أبناء اليمن من المشاركة في الاستفتاء، كما يعني حرمان كثير من القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار من المشاركة في إدارة عملية الاستفتاء. أربعة، وفقاً للمادة السادسة من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، يتعين أن تشكل لجنة صياغة الدستور مع نهاية مؤتمر الحوار، لكن وثيقة الحوار أجلت هذه المهمة إلى ما بعد الحوار ومنحت رئيس الجمهورية حق تشكيلها في تكرار لآلية لجنة تحديد عدد الأقاليم. خمسة، المدة التالية للاستفتاء على الدستور المحددة بتسعة أشهر غير كافية بالنظر إلى المهام المطلوبة إنجازها في المحطة الثانية من المرحلة الانتقالية. ستة، تحدثت الوثيقة عن إحداث تغيير في الحكومة مع أن المطلوب تشكيل حكومة كفاءات لإدارة المرحلة المقبلة. سبعة، تحديد قوام مجلس الشورى والمهام التشريعية المناطة به وآلية إشراك كافة القوى والأحزاب السياسية في المجلس بما يحقق التوازن المنشود. أيضاً لم يذكر كيف سيكون الوضع بالنسبة لمجلس النواب. ثالثاً، يؤكد الاتحاد على واحد، العودة إلى الشعب في أقرب وقت ممكن لانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب. اثنين، تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة بشكل واضح خلال المرحلة الانتقالية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء السلطة التنفيذية. ثلاثة، تزمين المرحلة الانتقالية وإنجاز المهام المناطة بها خلال فترة انتقالية لا تزيد عن سنتين. أربعة، ضرورة إشراك كل القوى والأحزاب السياسية الممثلة بمؤتمر الحوار في مختلف الهيئات واللجان المناط بها إدارة المرحلة الانتقالية، وذلك إعمالا للشراكة الوطنية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني. خمسة، استكمال تنفيذ مهام هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وإخراج القوات المسلحة والمعسكرات من المدن الرئيسية خلال المحطة الأولى من المرحلة الانتقالية مع ضمانات عدم الإخلال بالأمن من قبل أي طرف كان. ستة، استكمال تنفيذ النقاط 20 و11 المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعطة. سبعة، إنجاز السجل المدني كأساس الاستفتاء على الدستور وعلى العمليات الانتخابية اللاحقة، والله ولي الهداية والتوفيق. شكراً أستاذ نبيل. تفضل يا أستاذ. تفضل دقيقة للأستاذ من شان موضوع الديزل، وهو شيء يهم كل مواطن يمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رئيس الجلسة، الأخوة الزملاء، أكيد تعرفوا ثلاثة أشهر ومادة الديزل المقطوعة عن المزارعين، ونحن في بداية الموسم لا ندري ماذا يريد من المزارعين. هل يريدوا أن يخضعوا هذا الشعب للجوع؟ فنطلب من الحكومة أنها تلفت النظر إلى هذا، وعليكم أيها الإخوة أن تناصرونا في هذا الموضوع، لأنه موضوع أمن غذائي وموضوع الجوع. إذا ما نتكلمش عن الزراعة وعن العمل فيها فنحن لا خير فينا، وشكرا لكم. شكرا أستاذ.
الأستاذ حميد غالب الخليدي. الأستاذ حميد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رئيس الجلسة، الإخوة هيئة الرئاسة، الأخوات والإخوة عضوات وأعضاء المؤتمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظات سأقدمها باسم التجمع اليمني للإصلاح حول الضمانات والمقدمة والبيان في مشروع وثيقة الحوار الوطني. هناك ملاحظة عامة سأبدأ فيها، وهي أن هذا المؤتمر، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هو ثمرة تضحيات عظيمة قدمها شباب طاهر خرج ثائراً يوم 11 فبراير 2011، وباركته كل القوى السياسية والاجتماعية حتى تلك التي خرج ثائراً في مواجهتها، إذ صرح رموزها في أكثر من مناسبة بأنهم مع مطالب الشباب وثورتهم النقية الطاهرة وضد ركوب موجتها من قبل أي طرف. وبالتالي فلا عذر اليوم لنا نحن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أفراداً ومكونات على اختلاف جهاتنا وتوجهاتنا، إن تجاهلنا هذه الثورة أو قفزنا عليها أو تحايلنا على ذكرها بالألفاظ الفضفاضة والعبارات الملتوية أو سترناها بالاستعارات والكنايات. فيوم 11 فبراير 2011 يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. وإذا كان البعض يتحدث عن ثورات فرقت شعبها وزلزلت وطنها، فإن ثورة اليمن الشبابية الشعبية السلمية جمعت وما صدعت، وهذا الجمع المبارك من كل ألوان الطيف اليمني المحتشد على إثرها تحت سقف واحد وطاولة واحدة خير شاهد على ذلك. فلا تنسوا إذن وأنتم تتقدمون للأمة بمخرجات حواركم أنكم وحواركم من مخرجات الثورة، شهدائها وجرحاها، خير شهدائها وجرحاها ومعتقليها ومخفيها. ومن هنا لا بد من الآتي: أولاً، ذكر ثورة 11 فبراير بمسماها واسمها وبمعناها ومبناها في كل من المقدمة والبيان الختامي والضمانات وكذا سائر الوثيقة محل النقاش. ثانياً، جعل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية أولى مبادئ وثيقة الضمانات تنفيذ مخرجات الحوار. ثالثاً، إعادة صياغة كل المواد المتعلقة بثورة فبراير وشبابها من شهداء وجرحى ومعتقلين ومخفيين وغيرهم، لتكون واضحة الدلالة عليها وعليهم، جلية الصلة بها وبهم، عادلة منصفة وغير قابلة للتأويل أو التعطيل. أما الملاحظات الخاصة فأبدأ في الضمانات. ورد في ديباجة المبادئ بناءً على رؤى المكونات السياسية، ولم تتطرق الديباجة إلى باقي المكونات الأخرى، كما لم تشر إلى الرؤى المقدمة من المجتمع عن طريق المشاركة المجتمعية. كذلك ذكرت الديباجة وفي إطار وثيقة الضمانات، ووثيقة الضمانات هي هذه التي تتحدث عنها، فنرى أن تكون الديباجة كالتالي: بناءً على رؤية مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمشاركة المجتمعية، تم التوافق على المبادئ التالية: النقطة با، المبادئ التي مصاغة في وثيقة الحوار الوطني ليست مبادئ بصياغة علمية، فأرى أن تكون كالتالي: 1- تحقيق الشراكة الوطنية الواسعة بدلاً عن البند التعريف. 2- اعتماد التوافق أساساً لعملية الانتقال السياسي. 3- إرساء نظام الحكم الرشيد، التقييم الدائم والمراجعة المستمرة لإنجاز المهام لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب. التأسيس لتغيير حقيقي تنعكس آثاره على حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس. كذلك أطلب إضافة 3 مبادئ أرى أنها مهمة، وهي كالتالي: 1-
سيادة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وأجوائها ومياهها الإقليمية، إضافة المبدأ الثاني الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وأمن واستقرار اليمن، إضافة المبدأ الثالث الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. المهام اللازمة للتهيئة والاستفتاء: المحطة الأولى حزمة المهام الإجرائية، تشكيل لجنة الدستور. أقترح أن يكون النص تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة والبند الذي يتحدث عن صياغة الدستور أقترح أن يكون النص صياغة مشروع الدستور ورفعه إلى رئيس الجمهورية. أما حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية، البند الثاني الفقرة الثانية نرى تعديلها لتصبح الفقرة تكثيف حملات التوعية المجتمعية من قبل الأجهزة الإعلامية الرسمية والحزبية. في الصفحة رقم 17 البند الثالث جملة وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية، أرى استبدالها بالجملة التالية: إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث ثورة 2011 والحراك الجنوبي السلمي وأي محتجزين سياسيين وكل محتجزين بشكل مخالف للقانون. البند الخامس من نفس الصفحة وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، أرى أن تستبدل بجملة إلغاء وحظر الميليشيات والمجموعات المسلحة في كل أنحاء البلاد. البند التاسع أرى شرط كلمة استكمال والإبقاء على باقي المادة مع إضافة في العدالة الانتقالية قانون العدالة الانتقالية خلال أسبوعين من انتهاء الحوار في نهاية البند. أما المهام التشريعية والإجرائية المطلوبة تنفيذها في صفحة 18 إضافة كلمة الجديد إلى إنجاز سجل الناخبين، وإضافة كذلك الجديد إلى الفقرة الثانية ليصبح إصدار قانون السلطة القضائية الجديد كذلك. استبدال الفقرة إصدار أي تشريعات أخرى يتطلبها إجراء انتخابات الرئاسية والبرلمان الاتحادي. المحطة الثالثة تأسيس الدولة الجديدة، الصفحة 19 البند الخامس جملة أي إجراءات من شأنها أن تمنع، أرى استبدالها بجملة وضع التدابير واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع حدوث مواجهات مسلحة في اليمن. الصفحة 20 أطلب إضافة الفقرة التالية: إضافة تطلع لجنة التوفيق بدراسة واقتراح بدائل النقالة المحلية المنتهية ولايتها ورفعها لرئيس الجمهورية. الصفحة 20 في الهيئات التشريعية أطلب إضافة الفقرة التالية: تتشكل هيئات وطنية من جميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل لرقابة ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والتوعية بها على مستوى الأقاليم والولايات. ورد ذكر لجنة التوفيق من ضمن الهيئات التشريعية، وهذا يخالف لائحة مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأرى إفرادها بترقيم رابعاً لجنة التوفيق وشطب كلمة توسع واستبدالها بتستمر وشطب النسب والمهام كون اللجنة تم تشكيلها وفقاً للنسب. أما البيان الختامي ففي أما طال البيان طال شوية ممكن تسلم الملاحظات هذه فقط هذه بس يلا طيب يلا. أما في البيان الختامي ففي صفحة 27 لمحة عامة أرى استبدالها بكلمة مقدمة، وفي صفحة 28 السطر الثاني أرى إضافة كلمة والمكونات بعد لفظ الأحزاب تضاف والمكونات. السطر الأخير من صفحة 29 أرى تكملة السطر الأول من صفحة 30 ابتداء وكانت أن أسرت إلى كلمة المنطقة العربية نرى شطبها كونها كلام إنشائي لا معنى له. السطر التاسع من صفحة 31 نرى إضافة كلمة والاستبداد والاستبداد بعد كلمة استخدام السلطة نرى كلمة والاستبداد. يمكن تسلم الملاحظات الصفحة 32 العنوان الانعتاق من الماضي نرى إضافة كلمة الانعقاد من مآسي الماضي وليس من الماضي إنما من مآسي الماضي. أخيرا في السطر العاشر صفحة 39 استبدال جملة إثراء السلام الروحية للإنسان اليمني بجملة مقومات التنمية البشرية، وبقية الملاحظات نظرا لضيق الوقت تم تسليم هذه الورقة إلى اللجنة. وشكرا جزيلا لكم. شكرا للأستاذ حميد. شكرا الأستاذ مراد بليم، مراد بليم عن الحزب الاشتراكي. نهاركم طيب جميعا. أولا
أرجو من الأخ سيادة رئيس الجمهورية أن يعمل على سرعة إيقاف نزيف الدم بالضالع وسرعة إحالة ضبعان إلى المحاكمة. تكتسب فكرة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني جدارتها من إدراكنا جميعاً للمشاكل الخطيرة التي تعاني منها بنية الدولة اليمنية ومن الاختلالات العميقة التي تطال مؤسساتها وأجهزتها. الأمر الذي جعل الحزب الاشتراكي اليمني يدرك أن الدولة بوضعها الحالي لا توفر أي ضمانات حقيقية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، بل بالعكس أن هذه المؤسسات والأجهزة التي يتفق الجميع على ضرورة إصلاحها تشكل عائقاً حقيقياً أمام إمكانيات تطبيق مخرجات الحوار. ولذا فإن المهمة الرئيسية لورقة الضمانات وللمرحلة التأسيسية يجب أن تكون هي إنجاز الدولة الضامنة لتطبيق هذه المخرجات عبر التوافق على مؤسسات تنفيذية وتشريعية ومهام وإجراءات وظيفتها الأساسية هي وجود تلك الدولة التي تجعل عملية الانتقال إلى الديمقراطية عملية معبرة عن مصالح المجتمع، وتمنح العملية الانتخابية والهيئات المنبثقة عن تلك العملية الديمقراطية مشروعية التمثيل الحقيقي للمجتمع عبر الالتزام الكامل بالدستور والقوانين وحيادية مؤسسات الدولة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية. إن مشروع وثيقة الضمانات المقدم إلى الجلسة العامة وهو بالمناسبة تراجع واضح عن الوثيقة التي سبق وتوافق عليها لجنة التوفيق مليئاً بالثغرات والعيوب التي تتيح للقوى المعادية لمشروع التغيير وإعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية المدنية الحديثة فرصة الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني، كما أن الإجراءات المقترحة لتنفيذ ضمانات الحوار تتناقض مع المبادئ الواردة في مقدمة الوثيقة المطروحة أمامكم. ويمكن تلخيص هذه العيوب والثغرات على النحو التالي: أولاً، يتحدث المبدأ الأول عن الشراكة الوطنية الواسعة مورداً بالنص على مبدأ شركاء في التأسيس وشركاء في التنفيذ، بينما يبقي مشروع وثيقة الضمانات المؤسسات المسؤولة عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني خارج مساحة الشراكة الوطنية الواسعة وعلى النحو التالي: ألف، مشروع الوثيقة يتحدث عن تغيير في الحكومة والأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات وليس عن تغيير الحكومة والأجهزة التنفيذية برمتها وإعادة بنائها على أسس مهام الهدف التأسيسي وضرورات الشراكة الوطنية الواسعة التي تستوعب كل مكونات الحوار الوطني وتلتزم بمعايير النزاهة والكفاءة، وهو الأمر الذي يخدم مصالح قوى النفوذ والهيمنة. باء، يبقي مشروع وثيقة الضمانات على مجلس النواب وهو جزء أساسي من المشكلة التي أوصلت البلاد إلى الأوضاع الحالية، كما أنه عمل خلال الفترة الانتقالية المنصرمة خارجاً وضداً على منظومة التوافق وعلى عرقلة التشريعات الضرورية لإنجاز المهام المتفق عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وعلى رأس ذلك مشروع العدالة الانتقالية. إن هذا المجلس لا يعبر إلا عن استئثار طرف مهيمن بمهام التشريع، وهذا المجلس على عكس كل المؤسسات المناط بها إنفاذ مخرجات الحوار الوطني لا يمثل كافة القوى الموجودة في مؤتمر الحوار ولا يعكس في بنيته التمثيل الوطني المتوازن 50-30-20. ولكل ذلك فإن ضرورات حل هذا المجلس وإنشاء جمعية تأسيسية تبدو حتمية لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. جيم، يختزل مشروع الوثيقة الشراكة الواسعة في مجلس الشورى وهو مجلس بمهام شكلية. دال، يتحدث مشروع الوثيقة عن توسيع عضوية لجنة التوفيق بحيث تستوعب تمثيل الجنوب 50% والنساء 30% والشباب 20%، وبحيث تستوعب كل المكونات السياسية الاجتماعية الممثلة في مؤتمر الحوار ويعطيها صفة الهيئة الوطنية ومهامها المتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وباعتبار أن هذه اللجنة ستتولى مهاماً غاية في الأهمية فلا بد من ضمانات كافية لأن توسع
من قبل مؤتمر الحوار وتستوعب مختلف مكوناته الفعلية، ولا بد من أن تعمل وفق آلية تكفل التوافق عند اتخاذ مختلف قراراتها. ثانيا، يتحدث المبدأ الثالث في مشروع الوثيقة عن الحكم الرشيد موردا بالنص: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد بما يكفل إيجاد المؤسسات الضامنة، بينما لا يتم مقاربة تلك المؤسسات الضامنة في مشروع وثيقة الضمانات إلا في المرحلة الثالثة التي أطلق عليها محطة تأسيس الدولة الجديدة. المرحلة الثالثة وهي المرحلة تلي عملية الانتخابات، أي أننا سنذهب إلى الانتخابات بدون أي إصلاحات حقيقية وبدون أي تغيير في بنية مؤسسات الدولة لتغدو مؤسسات متوافقة مع مفهوم الحكم الرشيد، الأمر الذي سيجعل الانتخابات محكومة بشروط الانتخابات السابقة من الاستقواء بمؤسسات الدولة والوجهات الاجتماعية إلى توظيف المال العام. ومن ثم فإن نتائج مخرجات الحوار الوطني ستصبح بين يدي فإن مخرجات الحوار الوطني ستصبح بين يدي نفس القوى التي أوصلت البلاد إلى المأزق الحالي. ثالثا، يتحدث المبدأ الخامس في مشروع وثيقة الضمانات عن إحداث تغيير حقيقي موردا بالنص: تنعكس آثار العملية السياسية على حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس، بينما تعطي الوثيقة في الفقرة باء من المحطة الأولى تحت عنوان الحزمة الخاصة بالتهيئة الشعبية مجموعة إجراءات لتحقيق ذلك، ومنها استكمال تنفيذ النقاط 20 و11 وفي فترة زمنية هي الفترة الضرورية لصياغة الدستور والاستفتاء عليه، وهي فترة غير محددة زمنيا وبدون إجراء إصلاحات حقيقية في الحكومة والهيئات التشريعية، فأن هذه المهمة تبدو غير قابلة للتطبيق. أربعة، يحدد مشروع وثيقة الضمانات المحطة الثانية إجراء الانتخابات ويعطيها مهام عديدة ومهمة ويحدد لها فترة زمنية هي 9 أشهر، ومن الواضح أنها فترة غير كافية إطلاقا لإنجاز كل تلك المهام، خصوصا لأن الانتخابات ستتم وفقا للدستور الجديد وفي شكل الدولة الجديد، إلا إذا كان مشروع الوثيقة لا يأخذ بشكل جاد ضرورات إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ولشكل الدولة الجديدة. إننا في الحزب الاشتراكي اليمني نرى أن مشروع الوثيقة الحالي يشكل ثغرة خطيرة تتيح التراجع عن كل مخرجات الحوار الوطني، ونتساءل عن مبررات الالتفاف على وثيقة الضمانات الأصلية، كما نشدد على ضرورة العودة والتمسك بالوثيقة الأصلية التي سبق وتم التوافق عليها في منتصف ديسمبر 2013. إن تأكيد العزم على عدم تكرار أخطاء الماضي وجراحاته يأتي بإنتاج أدوات جديدة غير تلك الأدوات التي أصابها الصدى وأصبحت تروس ماكنتها غير ذي جدوى في تحريك عملية الانتقال المتسارع إلى ما يؤدي بصورة عملية للانعتاق من الماضي بكل مساوئه وارتكاساته وفشله. وحين يتحدث البيان الختامي أنه تم التوصل للاتفاق يعالج القضية الجنوبية المعقدة ويهيئ لها ضمانات الوفاء والتنفيذ، فذلك بالتأكيد مسار يتناقض كليا إذا ما أدركنا أن الذين كانوا جزءا رئيسيا في مشكلة الجنوب حتما لن يكونوا وسيلة فعالة لحلها. ممكن الاختصار باقي 3 دقائق. بعد أن إن الذين كانوا جزءا رئيسيا من مشكلة الجنوب حتما لن يكونوا وسيلة فعالة لحلها بعد أن تم حشرهم الآن ومن جديد في آلية ضمانات التنفيذ، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى ترحيل حل تلك القضية المحورية كمدخل لحل قضايا البلد. القضية الجنوبية التي كانت أحد أركان جذور هذا الحوار لن يأتي حلها إلا بالنظرة المتجردة إلى ما يعتمل في الجنوب وما حدث وما يحدث دون أدنى انتقاص من البعد السياسي والجغرافي الذي يمثله الجنوب كطرف رئيسي في وحدة 22 مايو المغدورة، والذي يجب أيضا أن يكون الآن طرفا رئيسيا في الدولة الاتحادية الجديدة.
بقية الملاحظات تم تسليمها إلى اللجنة المختصة. شكراً 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 للأستاذ مراد، الأستاذ عبد الله الناخبي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة رئاسة الاجتماع، الأخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ونحن نناقش القضية الجنوبية ومخرجات الحوار. أولا نأسف عن تأخير ذكر أسماءنا لمدة أسبوع كامل، ونحن نتابع تسجيل أسماءنا لتلاوت ملاحظاتنا ولكن لم نتوفق. واليوم نشكر رئاسة الاجتماع والأستاذ محمود الجنيد على إتاحة لنا هذه الفرصة. ونتحدث أولا عن القضية الجنوبية. نحن أتينا إلى مؤتمر الحوار ونشتغل في القضية الجنوبية، ولدينا هم نريد أن نتكلم معاكم في مؤتمر الحوار. أنا شخصياً أعتبر كل أعضاء مؤتمر الحوار جميعنا فريق واحد، لسنا فريقين متصارعين، ولذلك النجاحنا في النجاح يحسب لنا جميعاً، وإن حصلت إخفاقات فهي ستحسب لنا جميعاً، والنجاح في المستقبل هو سيكون مرتكز على ما نتفق عليه في هذه القاعة. ونأمل بأن تتخذ الحلول الذي يمكن أن تهدئ الأوضاع الملتهبة في اليمن. فالقضية الجنوبية هي قضية بحاجة إلى أن نضع النقاط على الحروف وأن نحلها بشكل جدي. وأرى أن أخواننا في مؤتمر الحوار جميعاً يستمعون إلى ملاحظات أخوانهم الذين جاءوا من المحافظات الجنوبية، لأن الصراع في المحافظات الجنوبية كان بين طرفين، بين من يريد أن تحل القضية الجنوبية هنا في مؤتمر الحوار على أساس الاتفاق المبدئي بيننا في اليمن، وبين من يريد أن ينحو منحى آخر وقد رفض الحوار وبيتجهوا بعمل طبعاً نحن ليس راضين عليه، لكن أملنا أن تسمعونا. نقول أنه من حيث المبدأ قد اتفقنا جميعا من أن شكل الدولة القادمة هو دولة اتحادية، هذا شيء جيد. وتبقى النقطة الثانية، من كم أقاليم، أنا أرى أن المسؤول الأول والوحيد والذي سيحاسبنا على التاريخ هو موقفنا الذي اتخذه هنا. لا يمكن أن نوكله لأحد أن يعطي هو القرار حتى وإن كان رئيس الجمهورية، لكن أنتم أصحاب القرار. ولذلك أنا أرى أنه يتخذ القرار هنا في قاعة الاجتماع، فإن أتخذ قرار إيجابي سيساعدنا على تهدئة الأمور، وإن أخفقنا تأكدوا أن الأمور ستكون معقدة. ولذلك أقول الملاحظات التالية: واحد، الإقرار بقناعة عن شكل الدولة بحسب التوافق دولة اتحادية، هذا متفقين عليه، وأن يقدم حسم الأقاليم إلى مؤتمر الحوار، وما أتفق عليه مؤتمر الحوار إحنا موافقين عليه. أستاذ عبد الله، نريد الملاحظات على الضمانات. طيب الملاحظات. البيان الختامي والمقدم. طيب هذا واحد. الملاحظة الأولى، أن يقدم المقترح حول الأقاليم إلى مؤتمر الحوار، وما أجمع عليه مؤتمر الحوار يكون نافذاً ونحن مستعدين لتنفيذه. أما تفويض رأي إنسان لن نقبله، وقد اعترضنا هنا، وعندما روحنا ونشوف بالتلفزيونات المؤتمر بالإجماع يفوض رئيس الجمهورية. أستاذ عبد الله عن الضمانات. ثانياً، طيب الضمانات. النقطة الثانية، ثانياً أن يعود كل المقصيين والمبعدين والمسرحين سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب، وأن ترتب رتبهم يعني في المؤسسات الحكومية
وفقا لزملائهم الذين موجودين في أعمالهم. ثلاثة، أن تعاد كافة الممتلكات، ممتلكات الدولة سواء كان في الشمال أو في الجنوب، ولكن بعد الحرب 94 تم مصادرة ممتلكات الجنوب وإلى الآن لم تسيطر عليها الدولة، إلى الآن هي في أماكن مثل المؤسسة الاقتصادية، وأن تعطى هذه المؤسسات للمجالس المحلية في المحافظات أو أي شكل يمكن أن يكون هذه المؤسسات تابعة للدولة. ثلاثة، أربعة، أن تتكفل الدولة والحكومة برواتب لكل الشهداء، شهداء الصراعات السياسية في اليمن والحروب التي شنتها الدولة، وأيضا شهداء الحراك الجنوبي والثورة السلمية، أن تتحملوا الدولة. خمسة، تجديد العقود للشركات والمصالح التي أنشئت في المحافظات الجنوبية في النفط والغاز والزراعة والأسماك، وتمت بدون علم الوزارات وبدون علم الدولة. يا أستاذ عبد الله، يلزموها لإعطاء طلب من هيئة الرئاسة. يعني اليوم الحديث عن الضمانات، عن الضمانات. طيب الله يحفظك. وعن هذا الأهم، أربعة ستة، اعتماد، احنا ما أجلنا نسامح كل من قتل عيالنا. الاعتماد مبدأ المحاسبة لكل قاتل أو قاطع طريق، والعمل بشرع الله، لا يحق القانون ولا دستور أن يسامح أحد. شكرا. سبعة، محاربة الفساد بكافة أنواعه في البلاد، وأيضا منع المرتبات الوهمية التي تعطى من بعض الوزارات وهي مئات الآلاف. شكراً. والتي أنهكت الدولة. شكراً. ثمانية، الجدية في إلقاء المجالس والهيئات التي انتهت فترتها الزمنية، مثل مجلس الشورى، مجلس النواب، المجالس المحلية بالمحافظات، وتأسيس جمعية تأسيسية من أعضاء الحوار، وأيضا أن تشكل حكومة، حكومة وحدة وطنية بدون محاصصة. أما مخرجات الحوار فبقدر ما نعلق الأمل على الدولة وعلى الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب، أنا أقول وأجيد ملاحظة قالها أحد الناس قبلي، المسؤولية علينا نحن أعضاء مؤتمر الحوار. أرى أن تشكل اتحاد طوعي في صنعاء وفي المحافظات يكون مسؤوليته المتابعة لتنفيذ مخرجات المؤتمر، وأن يعقد كل ست شهور اجتماع أو كل سنة اجتماع لأعضاء مؤتمر الحوار يقيمون فيه كل النتائج التي يرون أنها قد تحققت لمؤتمر الحوار. وشكرا جزيلا. شكرا للأستاذ عبد الله الناخبي. والآن الأستاذ صلاح الصيادي، ويليه الدكتور أحمد قعطبي آخر متحدث. الآن الأستاذ صلاح الصيادي ونرجو الاختصار. هي وصل عندي اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظات حزب الشعب الديمقراطي حشد حول وثيقة الضمانات، وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. الأخوة هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الأخوة أعضاء مؤتمر الحوار، أن كافة أبناء الشعب اليمني العظيم يتابعوا ويترقبوا الحفل الختامي لأعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي جاء تقديراً لتضحياتهم وتطلعاتهم في بناء اليمن الجديد ودولته المدنية المبنية على أسس العدل والمساواة والمواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في وطن يتسع للجميع. ومن هذا المنطلق الذي هو شعارنا في حزب الشعب الديمقراطي حشد، فأننا نثمن مواقف هذا الشعب العظيم ونؤكد وقوفنا الكامل والمطلق بجانبه انتصاراً لقضيته وتحقيقاً لآماله وطموحاته التي ظل يعلقها على مؤتمر الحوار خلال فترة التسعة الأشهر الماضية التي تتوج اليوم بإنجاز وثيقة مؤتمر الحوار التي توافق عليها الجميع، وبما يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني
التي هي بمثابة خارطة الطريق وقرارات وتوصيات ستجد طريقها للتنفيذ، والتي سيتم وضع نسخة منها في الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذها. ومن هنا يدعو حزب الشعب الديمقراطي حشد كافة المكونات المشاركة بمؤتمر الحوار إلى الاصطفاف والالتفاف حول الشرعية القانونية والشعبية الوحيدة ممثلة بفخامة الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يحظى بإجماع وطني وتوافق دولي إقليمي وتوافق دولي وإقليمي كبيرين. ويؤكد حزب الشعب الديمقراطي حشد على ضرورة نسيان الماضي وطي صفحاته والتطلع نحو مستقبل أفضل يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني وفقا لقاعدة التغيير والتوافق والشراكة الحقيقية والتوزيع العادل للثروة والسلطة. كما يدعو حزب الشعب كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار إلى العمل الجاد والفاعل في تطبيق مخرجات الحوار بعيدا عن المزايدات والمناكفات وعدم التقوقعي في الشكليات، والالتزام الكامل بتطبيق كافة مخرجات الحوار وأهمها وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. كما يؤكد حزب الشعب الديمقراطي حشد على أن وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية هي أساس الحل لقضية الجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام، بما يكفل بناء دولة اليمن الاتحادية وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة والحكم الرشيد، والعمل على تحقيق الشراكة الحقيقية من خلال تغيير شامل لمنظومة الحكم التي تحقق مصالح المواطنين بعيداً عن سياسة المركزية التحكمية. ولذلك فإن حزب الشعب الديمقراطي حشد الذي عمل على تحقيق التوافق مع كل المكونات في هذا المؤتمر من أجل ضمانات ومؤسسات تكون قادرة ولديها الرغبة الوطنية الحكيمة في تأسيس الدولة وإنجاز كافة المهام وأهمها، وهي الملاحظات على وثيقة الضمانات. 1. ضرورة أن يتم تغيير الحكومة وإعطاء الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل كافة الصلاحيات باختيار وزراء الوزارات السيادية وأهمها الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية، وإتاحة بالنسبة لبقية الوزارات إتاحة الفرصة لمؤسسة الرئاسة من خلال تقديم عدة مرشحين للحقائب الوزارية الأخرى ليتسنى الفخامة الأخ الرئيس اختيار من هو الأفضل والكفؤ منهم. 2. أشارت وثيقة الضمانات الواردة في مشروع وثيقة الحوار إلى توسيع لجنة التوفيق وتحويلها إلى هيئة وطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار وإنجاز صياغة الدستور وإقراره ليتم الاستفتاء عليه، إلا أن وثيقة الضمانات لم تحدد عدد الأعضاء أو معايير اختيارهم وآلية عملهم. 3. ضرورة وضع جدول زمني واضح لإنجاز مهام الفترة الانتقالية الواردة في المبادرة الخليجية وكذلك الفترة الانتقالية الثانية، وجدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار وإنجاز الدستور الجديد، ومن ثم الاستفتاء عليه والانتقال إلى تأسيس الدولة اليمنية الاتحادية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وللمبادئ الواردة في وثيقة الحلول للقضية الجنوبية. 4. ورد في وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بتشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور إن قرار تشكيل اللجنة يكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية ولجنة التوفيق. ونؤكد هنا على ضرورة أن تناط مهمة تشكيل لجنة صياغة الدستور بالأخ رئيس الجمهورية فقط، وشطب عبارة بالتشاور مع لجنة التوفيق باعتبار ذلك انتقاصاً من صلاحيات الرئيس ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة. ولذلك فأن حزب الشعب الديمقراطي حشد يرى أن الفترة الانتقالية المحددة في وثيقة الضمانات لا تكفي بالكاد لاستكمال بقية بنود المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية،
وبالتالي حاجتنا إلى مدة زمنية كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل من خلال مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأجل، على أن لا تقل تلك المدة عن 5 سنوات تبدأ في 21 فبراير 2014 ميلادية. 5، فيما يخص توسيع وإعادة تشكيل مجلس الشورى، لم يتم الإشارة إلى عدد الأعضاء ومعايير اختيارهم وما هي المهام المناطة بهم، وانطلاقا من قاعدة شركاء في الحوار شركاء في التنفيذ، نقترح أن يتم التوافق بوضع مواد انتقالية في الدستور الاتحادي الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه من الشعب على الآتي: ألف، أن يتم انتخاب الأخ المناضل أن يتم انتخاب أو اختيار الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي رئيسا للدولة الاتحادية للفترة التأسيسية القادمة. ب، أن يتم تشكيل السلطات الاتحادية بنفس آلية تشكيل مؤتمر الحوار الوطني من كافة المكونات المشاركة فيه. شاكرا لكم استماعكم، أعانكم الله وسدد خطاكم بالخروج بالوطن إلى بر الأمان. في نهاية الأمر أرجو شاكرا من الجميع حتى نكون جزءا فاعلا مما يحدث في الوطن أن نقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في الضالع، وشكرا. شكرا لكم. شكرا للأستاذ صلاح. الآن الدكتور أحمد قعطبي آخر المتحدثين. الأستاذ أحمد قعطبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الملاحظة الأولى يا أخ الرئيس، رئيس الجلسة، الأخ رئيس الجلسة، الأخ رئيس الجلسة، نائب رئيس المؤتمر الحوار الوطني، الإخوة والأخوات الحضور جميعا، لقد جسدت الإرادة الوطنية بوابة العبور في وجه التحديات التي علقت في جسد الوطن، وكان عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل أهم محطات تلك التحديات التي انفرجت بكل مدخلاتها وبحضور القوى الحية الشريفة وفي مقدمتها بالأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبد ربه منصور هادي، وبدعم ملحوظ من المجتمع الإقليمي والدولي. وننتقل اليوم بالوطن من صراعات تلك المشاريع السياسية المتباينة إلى المشروع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بوثيقته الختامية وملحقاتها، سعيا في مسار تلك الإرادة نحو إعادة بناء الدولة من جهة، ومعالجة استحقاقات القضية الجنوبية المشروعة من جهة أخرى. إن تحديات المرحلة اللاحقة قد تعصو بهذه المخرجات إن ظلت القوى السياسية في إخفاق من تجاوز لصراعاتها أو خلافاتها، ولا تنظر إلى الوطن إلا من خلال مصالحها الحزبية الضيقة وبأنانية مفرطة، مما يجعل حضورها على الأرض يتسم بإدارة الأزمات ليس إلا، بدلا من تعزيز وجودها نحو بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية القادمة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. إن معالجة القضية الجنوبية باستحقاقاتها المختلفة وبتوافق كافة المكونات السياسية والمجتمعية والشبابية سوف يكسر حاجز التسوير نحو حل هذه القضية العادلة والسياسية بامتياز واستحقاقاتها المشروعة. ولا زال الأمر يتطلب مصداقية من الجميع نحو نسج هذه الاستحقاقات على أرض الواقع بعيدا عن صناعة الأزمات ووضع العراقيل أمامها وخلق ضبابية في الرؤى داخل هذا المشهد. إن تجمع المدني الجنوبي الديمقراطي بجد يرى أنه لا يكفي أن ننظر إلى القضية الجنوبية من خلال الاستحقاقات المعلنة في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، بقدر ما يجب أن تكون هناك ضمانات قوية وصادقة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الالتفاف عليها، وأن ينظر للواقع المعاش في الجنوب وتوجه
شعبه نحو استعادة مكانته السياسية، وليس أقل من ذلك أن تكون استعادة هذه المكانة من خلال دولة اتحادية ديمقراطية من إقليمين جنوبا وشمالا، إضافة إلى كل الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في فريق القضية الجنوبية. إن النظر إلى أن حل الإقليمين يعني هويتين في وطن واحد، أو أنه الطريق الآمن نحو الانفصال، أو أنه يعني إلغاء للمواطنة المتساوية حيث تتساوى حقوق 5 ملايين نسمة في الجنوب مع حقوق 25 نسمة في الشمال، إنما هو بقول مؤدب من ناحيتنا تعسفاً للواقع وتجاهل إلى أن الجنوب كان دولة، وأن حل الإقليمين يأتي في إطار دولة واحدة تقوم على أساس الاتحاد الديمقراطي، وتقوم على هوية وطنية يمنية واحدة، وأن المواطنة المتساوية لم يعشها الجنوب منذ ما يزيد عن 20 عاماً، مع أنه قدم دولة بكافة مكوناتها ومؤسساتها لتكون جزءاً من دولة الوحدة عام 90. نرجو الاختصار يا دكتور لو تكرمت، وإذا في ملاحظات. طيب حاضر. طيب دون منذ أن قدم دولة بكافة مكوناتها ومؤسساتها لتكون جزءا من دولة الوحدة عام 90، وأنه لم نلمس جدية لإزالة تلك المظالم في حينها، واليوم نرى أمامنا شعبنا في الجنوب يواجه قتلا يوميا في مختلف مدنه ومناطقه، وهناك تجاوز مجازر ترتكب بحقه في الضالع يوميا يروح ضحيتها العشرات من الشهداء الأبرار والجرحى الميامين، وكذا الحال يحصل قتلى وجرحى في مختلف مدن ومناطق الجنوب. إن الشجب والاستنكار والإدانة لا تنفع في مواجهة القتلة الذين يستخدمون آلات القتل والدمار في مختلف مدن ومناطق الجنوب، بل يتطلب الأمر وقف استخدام هذه الآلات وسحبها ومحاسبة ومحاكمة من قام من القتلة أو يقوم باستخدامها ضد مواطنين أبرياء ليس ذنبهم سوى المطالبة باستعادة دولتهم أو مكانتهم السياسية. وأخيرا ومع هذا نقول أن أي حلول خارج قناعة شعبنا في الجنوب وخارج إرادته لن يؤدي إلى أمن واستقرار، بل ربما تتطور الأمور إلى مشهد أسوأ. وباسم التجمع المدني مجد نوجه تحية خالصة للأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لقيادته أعمال المؤتمر بنجاح، ولهيئة الرئاسة ولجنة التوفيق والأمانة العامة للمؤتمر والمبعوث الأممي على جهودهم في إنجاح أعمال المؤتمر. تحية صادقة لهذا الجمع الكريم، أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الذي نلمس من خلالهم نسمات الانفراج للمشهد الوطني، وتحية خالصة للحركة السلمية الجنوبي وقضية الجنوب العادلة وللثورة الشبابية الشعبية التي كانت والحراك السلمي الجنوبي نسمات منعشة للتغيير. التحية والفروض ووقفة إجلالهم وإكبار شهدائنا كل الشهداء أينما سالت دماؤهم الطاهرة. السلام عليكم. طيب الإخوة القاعة نستسمحكم بدقيقتين للدقيقة للأستاذ طارق العمراوي والأستاذة أمال الباشا دقيقة، وبعدها نرفع الجلسة. أيضا ننوه قبل رفع الجلسة إلى أنه فريق استقلالية الهيئات لديه اجتماع في القاعة للأهمية بعد الانتهاء من رفع الجلسة. فريق استقلالية الهيئات يبقى في القاعة. شكرا. الأستاذ صالح وبعد الأستاذ أمل دقيقة. أستاذ صالح الله يحفظك. أيوة طارق طبعا دقيقة لا تكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت عبارة عن مناشدة لإنقاذ مؤتمر الحوار من الخلاف المزري الذي كان حاصل منذ يوم الاثنين الماضي، وهي مناشدة مقدمة من أبناء وأهالي عدن لهذا المؤتمر. والحقيقة سأضطر إلى الاختصار وأقول أن شعبنا الحبيب يعمل الخير على أيديكم فلا تخذلوه، فلقد أنجزتم ما لم يستطع الآخرون عمله، فلا تحزنوه بفشلكم وصراعكم الداخلي.
كما أنه هو من أولاكم الثقة الهائلة والكبيرة وأمانة تاريخية لا يمكن أن تتحملها أبداً، وقد رفضت السماوات والجبال والأرض تحملها وقبلتم أنتم أن تتحملوها. ارأبوا كل ما يمكن أن يشكل الفرقة والعقبة أمام عملكم التاريخي العظيم، والتاريخ لن ينسى وسيسجل بأحرف من نور عمل مجتهد منكم، كل مجتهد منكم. نسجل هنا عن أبناء وأهالي عدن أن ما اتفق عليه غالبية مؤتمركم الموقر، ونرجو من البقية أيضا الاتفاق كما نحن اتفقنا أن نصل إلى إقليمين فقط في إطار دولة اتحادية رائدة. ونعرف وتعرفون جميعا مقدار الصرفيات الكبيرة التي سوف تتحمل الحكومة فيما لو كان أكثر من إقليمين المبلغ، وأنا كإنسان مالي قد يصل إلى أكثر من مليارات. طارق، نحن اليوم نتحدث عن الضمانات. الشيء الثاني فيما يتعلق بالضمانات، أعتقد أنه ما ورد من ملاحظات كثيرة، هذه الملاحظات عن الضمانات قد غطت إلى حد كبير. وفي الأخير شكرا جزيلا لكم. شكرا للأستاذ أمل. أولا أعتذر لأنني أطلب الكلمة في آخر دقيقة والكل يتأهب للخروج من هذه القاعة، فقط أقول ونحن في هذا اليوم ربما يكون الأخير قبل الاستماع إلى تقرير اللجنة والتي تعكف حاليا على استيعاب جميع الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات قبل إصدار الستار الأخيرة لشهور من العمل الجاد والمضني الذي عملنا جميعا بما فيه ما يضمن تحقيق أن ننتقل إلى يمن جديد. أنا أقول فقط اليوم بما أن هناك ضمانات لهذا الانتقال الذي نتمنى أن يكون سلساً وأن يكون ملبياً لكل الطموحات، هناك ضمانة لم نتكلم عنها، هناك الآن الجرحى من شباب الثورة الذين هم الآن في الشوارع، جرحى الثورة الذين تم إعادتهم من العواصم الذين تلقوا فيها العلاج، جرحى الثورة الذين هم الآن بالمئات يئنون وأوجاعهم لا تعرف الانتظار. إذا لم تكن هناك معالجات حاسمة للخلافات بين وزارة المالية واللجنة الوزارية المشكلة والصندوق، فإننا لا نستطيع أن نضمن شيئا من الضمانات التي ستقدمها اللجنة. علينا مسؤولية أخلاقية وقانونية ووطنية وإنسانية أن نتخذ قرارا بأن يتم اتخاذ قرار سريع لتطبيب هؤلاء الشباب الذين منهم من أصبح معاقا بسبب تأخر العلاج، ومن هو من ينتظر للوفاة، ومن هو من يغادرنا بائسا ويائسا إلى بيته من إمكانية التغيير. أرجو أن يكون هناك موقفا جادا من كل الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق بأن هذا الملف يجب أن لا نسكت عليه، وبأن الجرحى الذين سيخرجون يوم 11 فبراير مطالبين بإقالة الحكومة أن يلاقوا صدى من هذا المؤتمر لمعالجة أناتهم ولتطبيب جروحهم. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ أمل. والآن نستمع أخيرا لبيان حول أحداث الضالع يلقيها الأستاذ ياسين عن هيئة الرئاسة. عن هيئة الرئاسة. الصبر الصبر. لا، المؤتمر اتفقوا لانه لو تكرمت يا استاذ ياسين اتفقوا سريع يا استاذ ياسين تعملوا استاذ ياسين باسم المؤتمر. استاذ ياسين كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إدانة واستنكار من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامر لما يحدث في الضالع الحبيبة
تابعت هيئة رئاسة المؤتمر بقلق بالغ وحزن عميق ما يجري في الضالع من جرائم تنفذ من قبل اللواء 33 بقيادة المدعو ضبعان، والذي يرتكب أفظع وأبشع الجرائم ضد أهلنا في الضالع وضد الإنسانية. وما الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيداً وأكثر من 75 جريحاً إلا دليلاً قاطعاً على الصلف والعنجهية التي يتخذها هذا اللواء ضد أهلنا في الضالع. فإن ما حدث في الضالع لا يبرره أياً من الأعذار التي تؤدي إلى قصف المواطنين العزل، ولا يمكن السكوت عليه. ونطالب بإحالة المتسببين وأياً كان قائدهم للمحاكمة العادلة للاقتصاص منهم جزاء ما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين التاريخ. ونطالب في هذا المؤتمر فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، والذي سبق وأصدر توجيهاته الكريمة بالتحقيق الفوري والعاجل للجريمة في خيمة العزاء وما تلتها من جرائم، حيث لم يصدر حتى الآن عنها أي تقرير عن تلك الجرائم. وعليه نطالب مجددا إصدار أمرا صريحا بإيقاف قائد اللواء وإقالته وتقديمه للمحاكمة العلنية العاجلة. عاش شعبنا حرا كريما، والمجد والخلود للشهداء. نرجو الهدوء حتى يقرأ البيان. استكمل أستاذ ياسين. عاش شعبنا حرا كريما، والمجد والخلود للشهداء، الاحترام والتقدير والشفاء للجرحى، المحاسبة والقصاص من المجرمين. عن هيئة رئاسة المؤتمر. شكرا لكم. نشكر جميع المتحدثين على التزامهم بالوقت، ونشكر جميع عضوات وأعضاء مؤتمر الحوار على تفاعلهم واهتمامهم. وترفع الجلسة، وستبلغكم أمانة الحوار عن الموعد القادم للاجتماع. شكراً.